أنا أنوي أداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله. أنا إيش؟ يقول أنا أنوي أداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله، وأود أن أكون متمتعاً ومعي أطفال، فهل يحجون متمتعين مثلي أم يجوز أن يحجوا مفردين وأنا متمتع؟ اتبع الأسهل عليك، إن كان الأسهل عليك أنه متمتعون هذا أفضل، ويكون عليهم مثل ما عليك، وإن كان الأسهل أنك تحرم بهم مفردين فلا بأس بذلك، أو يأخذون عمره فقط ولا يحجون، أو لا يحجون ولا يحرمون لا بحج ولا عمره، اتبع الأسهل عليك في هذا ولا تشق على نفسك. نعم.